نعم جزيت خيرا شيخ. يعني أخيرا أريد من حضرتك إذا ممكن رسالة إلى كل من يشاهدنا الآن بخصوص هذا الموضوع، لأن حضرتك يتابعك الكثير شيخنا العزيز وأيضا يسمع بعض النصائح من حضرتك، فشنو هي الرسالة اللي تحب توجهها بخصوص هذا الموضوع؟ يعني أنا بداية رسالة يعني أوجهها إلى المفتين قبل الناس، يعني أنهم لا يضيقون واسعا ولا يحجرون ولا يتساهلون. إحنا يعني شريعتنا وسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا نفتي على الإطلاق ولا نحرم كل شيء، فلننظر حاجة الناس. إذا كان هنالك طريق من باب الضرورة، الحرج، واحد مريض تعلقت روحه يعني بهذا العلاج ولا يجب أن يقربه أحد، بيته مهدم، نحو ذلك، الأولى أن نتساهل فيه دون الذي يترفه أو يزيد من دخله. أي واحد. أيضا نوجه رسالة إلى الناس، لا تكذب على المفتي ولا تبحث لنفسك عن المخارج الغير شرعية. والحيل غير شرعية. أنت إذا وجدت في نفسك تقدر تطب أمورك، تأخذ بالأقساط، تسوي جمعيات، ترتب وضعك، لا تلجأ إلى هذا الباب. هذا الباب بالضرورة، كما يلجأ أحدنا إلى الميتة عندما يصل إلى حالة الهلاك، يلجأ إلى الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها. هذه حالات الضرورة، الحاجة الملحة، فأنت ما يحتاج العفو. بعضهم قد يدلس على المفتي ويخبره بحال هو غير وضعه الحقيقي. لذلك يعني نوصل الأمر، لأنه هذه فيه محاربة لله ورسوله، فيه إشاعة للهلاك والفساد. نسأل الله عز وجل أن طبعا، أو هذه الرسالة الأخيرة إلى الدولة، أن تقطع سبل الفساد والربا. اليوم ما شاء الله ميزانية الدولة قوية جدا، والناس ينظرون إليها لا إلى غيرها، فعلى الدولة أن تطفي هذه الفوائد، تجعلها فقط قروض بدون فوائد، دعما للاقتصاد، انعاش للوضع الحالي، دعم لذوي الدخل المحدود، قضية الإسكان، كما فعلت بالأمس مذكورة، جزاها الله خيرا بالأمس، قرار البنك المركزي، قرار جيد، هو إلغاء الفائدة في قروض الإسكان للبيوت. هذا قرار جيد، نأمل أن يسري هذا إلى جميع المجالات الأخرى إن شاء الله.